ممثلات. جدد. طيب نبقى معك ليديا العريني قبل ما نروح لتنو سؤال راح يكون مشترك. المرأة والسينما، الأدوار، الكاستينج، ليديا العريني تشوفي في تنويع في أدوارك؟ توافقي لأنه تشوفي بلي راح يكون إضافة ولن تكرري ليديا في عمل آخر، أم بصراحة لأنه الأعمال قليلة؟ دائما أطرح هذا السؤال على ضيوفي لأن الأعمال قليلة، فالمهم أن نشارك أو أن تشارك في فيلم سينمائي. شوفي، هي صح الأعمال قليلة، أنا نهضر لك على نفسي، أنا ضد أني نكرر نفسي. وشوفي يعني أنا صارحك، أنا كثير عيطولي في الأفلام الثورية الثورية، بصح راح نقص هذا خلاص. عندي عدة أفلام ثورية، إذا كان تعيط لي باش نلعب دور ثوري نتمنى أنه يكون يعني مغاير على وش راني نلعب. أنا دين نلعب الأم في الأفلام. صحيح. حبيت نغير. لذلك طرحت لك السؤال، يعني الأم الشاوية تقريبا. لا 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 لا, لا, لا لازم واحد يغير، مانيش حابة نبقى في فرد قالب. صحيح. ومن بعد خلاص، من بعد ما يكون بعد ما يكونش عندك إبداع. وأنا فنانة اللي ما نحبش النمطية، ما نكذبش عليك. صحيح ليديا، ولأنه تحدثنا على أنه هذا الدورة رفعت الفنانة القديرة بهية رشدي اللي نتمناو لها الشفاء العاجل إن شاء الله والعودة قريبا. إن شاء الله. هي أيضا واحدة من خلينا نقول ضحايا ضحايا المخرجين في أنه حطوها في مكان معين. الأم اسمحي لي أسيا، مرات أنت مجبرة لانه الاعمال ماهيش من كتبوش على ما كانش اعماله. وحتى حتى في كتابه السيناريو مرات ما كانش تنويع في السيناريو، ما نكذبوش على رواحنا. ممكن ما كانش عمق ايضا في الشخصيات، ولا ما كانش كثير من التعب، ولا ما كانش كثير من الافكار، ولا ممكن ما كانش خيال واسع، لان السيناريو يحتاج لكل هذا، مش فقط الكتابه السطحيه. من بعد انت كي تحبي تادي دور ما تعرفيش واش تلعبيه سطحي، وهذا ثاني إشكالية كبيرة فعلا.